السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. موقيت الصلاة في مصر، الخميس 2 فبراير 2023، 11 رجب 1444. أتمنى تشتركوا في قناتي ولايك للفيديو، جزاكم الله خيرا. موقيت الصلاة على القاهرة الفجر بإذن الله يؤذن في تمام الساعة 5:16، الشروق في تمام الساعة 6:45، يؤذن الظهر على مدينة القاهرة في تمام الساعة 10:09، أما العصر فيؤذن بإذن الله في تمام الساعة 3:11، المغرب يؤذن في تمام الساعة 5:33، أما العشاء فتؤذن بأمر الله تعالى في تمام الساعة 6:52. أتمنى لكم بإذن الله بداية شهر خير يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما ولك والخاتم لما أنزل، ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم اسقنا سقية هنيئة مريئة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا في رفقة الحبيب المصطفى رب العالمين في الفردوس الأعلى. اللهم لا تحرمنا رؤيته في الدنيا ولا تحرمنا رؤيته في الآخرة رب العالمين، واجعلنا من رفقائه في الفردوس الأعلى. آمين يا رب العالمين. أنا بشكركم دايما مشرفين قناتي، بشكركم. السلام عليكم ورحمة الله.